لقاء وطني ثاني للجمعيات التجارية بالمغرب اللي غادي ندمو ندير عندنا أيام 5/6/7 أبريل 2019. هذا اللقاء هذا اللي جا بحمد الله بعد النسخة الأولى اللي كنتو كتعرفوا أنها دازت العام اللي فات وخرجنا بتوصيات اللي إن شاء الله الحمد لله تم استلامها من طرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم رئيس ديوان نور الدين رئيس جمعية وقاية تالودانت. كما كتشوفوا الآن كنا في واحد دابا ندوة صحفية قبلية ديال اللقاء الوطني للجمعية التجارية بالمغرب. هاد الندوة الحمد لله اللي كتجي قبل اللقاء الوطني ديالنا اللي عرفنا فيها على البرنامج وكذلك على الأطوار اللي غادي يدوز في هذا اللقاء. هذا اللقاء الحمد لله اللي غادي نأسسوا فيه واحد في زرارية الجمعية التجارية والمغربية في زرارية الجمعية التجارية والمهنية بالمغرب. الحمد لله اللي غادي تدافع الحقوق ديال التاجر ان شاء الله. اذا اللقاء الوطني للجمعيه التجاريه بالمغرب، هذا اللقاء هذا الحمد لله اللقاء ديال مدينه تالودانت، هذا اللقاء الحمد لله اللي كنفتخروا باش ننظموه في مدينه تالودانت، هذا اللقاء الحمد لله اللي جاي ليه الجمعيات من 12 جهه على مستوى المملكه المغربيه، هذا اللقاء اللي جاي ليه اكثر من 40 جمعيه الحمد لله. ان شاء الله تعالى بغينا باش يدوز هذا اللقاء في واحد الجو الحمد لله اللي بغينا يكون ناجح ان شاء الله 100%. وكنرحبوا بجميع الجمعيات التجاريه، كنرحبوا كذلك نشكروا كذلك التعاون الفلاحي كوباك اللي ساندتنا المدعم الرسمي ديال هذا اللقاء. كذلك كنقول لكم باننا في جمعيه بقاله تالودانت مكتب المخارطين الحمد لله فرحين بالحضور ديالكم معنا في اللقاء. ان شاء الله نامل ان تكون هذه ولنا الفخر كذلك ان تكون هذه الفيدراليه الحمد لله انطلقت من مدينه تالودانت وتم تاسيسها كذلك من مدينه تالودانت. هذا اللقاء الحمد لله اللي هو اللقاء ديال مدينه تالودانت، هذا اللقاء اللي جاء بعد ان كان الحمد لله كنعرفوا بان مدينه تالودانت هي عاصمه المجتمع المدني. هذه المدينه هذه اللي الحمد لله نفتخر باننا ننتمي اليها وكذلك اننا الحمد لله ندافع من اجلها، لذلك نضمنا في هذا اللقاء الوطني لجمعيه التجاره المغرب. هذا اللقاء ان شاء الله تعالى اللي غادي يكون نهار 5/6/7 في شهر 4/2019. اذا مرحبا بجميع الجمعيات التجاريه بالمغرب. سامعكم بالنسبه للندوه كانت مثمره الحمد لله، جميع التدخلات كانت ايجابيه، اعطت واحد الصوره مزيانه على المدينه تاعنا. تنتمنى من الله الملتقى الثاني يعطي واحد النجاح وسيط بحال الملتقى الاولاني، والتعاونيه كما ديما راها موجوده في اي انشطه تتهم بمدينه تالودانت. تنتمنى نجاح جمعيه بقاله تالودانت والنجاح الجمعيات كلهم اللي تمثلوا المدينه تاعنا تالودانت. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، سعداء جدا في المزيج الجماعي لمدينه تالودانت ان نكون الى جانب جمعيه بقاله تالودانت في هذا الحدث المهم ديال هذه السنه، الملتقى الثاني ديال الجمعيات التجاريه. ربما هذه السنه غادي يعرف واحد طفره واحد الانتقاله نوعيه كما قال رئيس الجمعيه، تاسيس واحد الفيدراليه وطنيه، وهذا رهان وتحدي كبير جدا يفرض على المؤسسات والهيئات العموميه بطبيعه الحال بتالودانت ان تكون الى جانب جمعيه تالودانت في انجاح هذا الحدث. ايضا كندعموا الجمعيه ديال بقاله تالودانت في هذا النشاط ديالها السنوي لان كيعطي واحد الاضافه نوعيه على المستوى السياحي وعلى المستوى الاقتصادي. ماشي سهل ان تالودانت تستقبل واحد العدد كبير من بقالات المدن المغربيه اللي كيجيو لتالودانت يكتشفوا المؤهلات ديالها السياحيه والاقتصاديه والثقافيه ديالها، وطبيعه الحال يعني كياخذوا واحد المجموعه ديال يعني الانطباعات على المدينه اللي كانت واحد اللحظه مغموره. دابا الحمد لله عرفت واحد الاشعاع كبير اللي كيساهم فيه مجموعه من الجمعيات منهم جمعيه بقاله تالودانت، والجميل جدا ان ياتي كل هذا كله في سياق تالودانت عاصمه المجتمع المدني. فشكرا مجددا لجمعيه بقاله تالودانت.